وانا بتكلم في ده عندي الحقيقه شيء وانا مبسوط منه جدا. سمعت الاستاذ ديار اشوان في مداخلات عده، سمعت في حوار كان اكسترا نيوز، زملائي في او زملائه في المجلس الامناء الحقيقه يعني بيقوموا بدورهم الوطني في هذا الاطار وبيعرضوا على المواطن ايه ما تم في الحوارات. حتى النهارده ما حدث في العفو عن عدد من السجناء والى اخره، من ضمن ده الحوار الوطني هيناقشوا، الحوار الوطني هيناقش المشاكل الاسعار، الحوار ما بين المواطن والدوله والى اخره. فخليني برضو هاخد هذا الملف الاكثر تخصصا في زميلنا العزيز الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس امناء. الحوار الوطني هو اقدر مني ممكن يقول لحضراتكم برضو ما حدث في الفتره الماضيه من اول الحوار الوطني ما بدا، والتوتاية او رد الفعل الجميل اللي قاله سيادة الرئيس في هذا الاطار لما كتب على صفحته على الفيسبوك وعلى صفحته على تويتر وقال انه مخرجات الحوار الوطني الحقيقه انا تلقيتها باهتمام بالغ واشاد بالمخرجات بتاعه الحوار الوطني. فزميلنا جمال الكشك الحقيقه وهو عضو مجلس امناء وراجل ناشط جدا بيسعى بكل جهد هو وزملائه في انه يوصل لحضراتكم النتيجه الحقيقيه لهذا الحوار. برحب بيك يا استاذ جمال، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا استاذ جمال. انت شايف كعضو مجلس امناء الفترة اللي انتوا اشتغلتوا فيها وبشكركم فيها جدا وبشكركم عليها جدا لانه الحقيقة كان جهد مكثف في هذا الاطار، المقترحات بتاعة المحور السياسي انت شايفها ازاي او المقترحات عموما اللي انتوا قدمتوها لسيادة الرئيس في هذا الاطار؟ اتكلمتوا على، كنت سامع حضرتك من كام يوم كده كنت بتتكلم برضه عن النظام الانتخابي، سامع حضرتك برضه بتتكلم على الاليات اللي من خلالها التعديل التشريعي لبعض الامور، انتوا هتتعاملوا مع المجلس النواب في هذا الاطار ازاي؟ الاجنده العامه اللي بيطرحها الحوار الوطني في هذا الاطار، حضرتك شايفها ازاي؟ يعني اولا ناخد يعني مسارات الحوار بشكل عام واهميه الحوار بشكل عام وماذا يمثل الحوار لكل المصريين واين يقف المواطن في جدول اعمال مبادره الحوار الوطني منذ ميلادها 26 ابريل في افطار الاسره المصريه 2022. في الحقيقه يعني هذه الحوار وهذه المبادره لا يقوى عليها الا يعني رجل بحجم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمام، لانه هذا جزء من بناء الدوله المصريه. مصر من بعد 2011 حصل فيها نوع من السيوله السياسيه، احزاب عديده جدا، قوى وتكتلات سياسيه يعني غير مقننه، بنتكلم عن 104 حزب منهم 84 مقننين، 60% من ال 34 من 84 يعني 60% من ال 84 اللي هم مقننين ليس يعني لهم تمثيل في مجلس النواب او مجلس الشيوخ. يبقى اذا انت امام ضمور في جسد الحاله السياسيه في مصر من بعد 2011. طيب السؤال هو لماذا جاءت مبادره الحوار في هذا التوقيت 2022؟ لانه باختصار شديد جدا مصر كانت في وضع وظرف صعب جدا قبل كده. مصر منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي 2014 بدأت تحارب مؤسسات الدولة، تتحرك على أكثر من اتجاه محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة والتكفيرية من ناحية، وبناء البنية التحتية للدولة المصرية من ناحية تانية، واستعادة عافية الدولة المصرية، تمام، وتحقيق الأمن الذي ظل مفقود وظل مهدد رئيسي للدولة المصرية. وبالتالي عندما حانت لحظة المبادرة كانت المبادرة صادقة بشكل حقيقي، صحيح، بنسبة 100% طبعا. لأنه هنا نفتح قوس ونتكلم عن الإرادة، ارجع باللحظة اللي ولدت فيها هذه المبادرة، نفس التاريخ افطار الأسرة المصرية، صحيح، الرئيس يتقدم خطوات ليصافح رموز المعارضة، كان أستاذ حمدين صباحي وغيره، وبالتالي هنا الإشارة كانت واضحة، الدولة المصرية تمد يدها للجميع
معا لابد أن نخلق المساحات المشتركة لنصنع القرار الذي يناسب ويتماشى ويساعد في بناء جمهوريتنا الجديدة. طيب، ربما يتساءل البعض إيه الأدلة على أنه النوايا صادقة وأن هناك دعم وهناك إرادة؟ طبعا منذ إطلاق المبادرة وكان في على سبيل المثال تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ولجنة العفو الرئاسي في الحقيقة منذ اللحظة الأولى لتفعيلها وحتى اليوم الذي أحدثك فيه ونحن نتابع إفراجات إما باستخدام السيد الرئيس لصلاحياته الدستورية والإفراج عن المحكوم والعفو عن المحكوم عنهم لأحكام نهائية، أو استخدام النيابة العامة في حقها في الإفراجات عن الحبس الاحتياطي. طيب إحنا وصلنا الأرقام، وصلنا الأرقام تزيد عن 1400 و1450 وهكذا حتى هذه اللحظة. فهذه أول ضمانة لنجاح الحوار. ثاني ضمانة الاستجابة الحقيقية للسيد الرئيس في مارس الماضي، ومن قبل مارس كمان كان هناك بعض الاستجابات المتعلقة بقرارات اقتصادية وحصلت صحيح استجابات لمجلس أمناء الحوار الوطني. صحيح، وصلنا إلى مارس واستجابة السيد الرئيس لمشروع قانون استمرار الإشراف القضائي الكامل. وهنا برضو نوضح للسادة المشاهدين يعني إيه استمرار الإشراف القضائي الكامل، لأنه دستور 18 يناير 2014 كان بينص على إيه؟ على إنه الإشراف القضائي الكامل يستمر لمدة 10 سنوات. طب من 18 يناير 2014 هينتهي العشر سنوات في 17 يناير 2024. صحيح. وفوجئنا باستجابة السيد الرئيس السريعة، وبالتالي أيضا تقدمنا إلى الأمام خطوات، وفي برج العرب في المؤتمر الوطني للشباب تعهد السيد الرئيس بأنه سيصدق على كل ما يتفق عليه ويتوافق عليه إدارة الحوار الوطني طالما أنه في حدود صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية، وتعهد على ذلك دون قيد أو شرط. لما تابعنا وصولا حتى يعني لزيارة وجولة السيد الرئيس وزيارته لأهالينا في مطروح، وتابعنا الاستجابة للتوصيات التي رفعها مجلس الأمناء، هنا العنوان الأكبر، العنوان العريض، استجابة السيد الرئيس لتوصيات ومخرجات ونتائج الحوار الوطني المرحلة الأولى من الحوار الوطني. وبالتالي هنا يعني الحوار بيسير ويحقق المستهدف. اللافت هنا بقى إنه كل القضايا المهمة ترتبط وتنطلق وترتكز على المواطن المصري. طيب كل هذه القضايا المعروضة تتعلق بالمواطن، وكل هذه القضايا تتفق مع فلسفة واستراتيجية السيد الرئيس اللي تقوم أساساً على الاهتمام ببناء المواطن والإنسان وحقوق الإنسان وتفعيل استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الصحة والتعليم. طيب ممكن تسأل سؤال تقول لي والله طب المواطن هيستفيد إيه؟ طب إمتى يشعر المواطن؟ هو فكرة الشعور يا أستاذ جمال، فكرة الشعور نفسه، شعور المواطن نفسه، يعني هو بيسمعنا دلوقتي حضرتك بتطلع كتير وبتتكلم، الأستاذ ضياء بيطلع كتير يتكلم، مجلس الأمناء بيطلع كتير ويتكلم، كتير جدا من رموز الحركة السياسية أو رموز التيارات السياسية بيتكلموا في هذا الإطار. تمام. ممكن المواطن زي ما حضرتك تفضلت كده، هو المواطن أنا دوري إيه؟ أو دوري فين؟ أو انعكاس ده عليا إيه؟ فحضرتك ممكن تجاوب برضه في الإطار. أولاً تمام، يعني خليني أقول لك أنه المواطن بقى شريك رئيسي في الحوار الوطني. يعني لما أقول لك 200 نحو 200 ألف اقتراح كويس، ما هو في الآخر جايين من كل المصريين، تلقتهم الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي. طب لما أقول لحضرتك أنه عندنا 60 جلسة شارك فيهم يجي شارك فيهم يجي 7300 شخص من بينهم مواطنين من مختلف المحافظات والأقاليم والتيارات السياسية ومدرسين وأطباء ومهندسين وسياسيين ورؤساء أحزاب وقوى سياسية وغيرهم. طيب القضايا دي كلها المستهدف بها مين؟ المواطن. طيب الاستجابة السيد الرئيس من أجل مين؟ من أجل المواطن. طيب هل هنا يعني هل في يعني في زرار بتدوس عليه فتطلع الثمار فجأة؟ لا، احنا قطعنا الشوط الأكبر. الشوط الأكبر شلت الحاجز يا أستاذ جمال، السيد الرئيس أحلها، شلت الحاجز اللي بين المواطن وما بين
التيار السياسي معين او ما بين القيادة السياسية، فان هو زي تتكلم على 60 جلسة، تتكلم على 7300 مواطن شاركوا، تتكلم على 200,000 اقتراح زي ما حضرتك تفضلت، ما هو ده كله ده مشاركة مواطن، فانت شلت الحاجز الاساسي اللي ما بين المواطن وما بين النخبة وما بين المواطن وما بين القيادة السياسية. هو الحوار مستهدف، مش الحوار مستهدف المواطن، لانه الـ 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 يعني مستهدف المواطن بمجلس تفكير يضم النخبة يضم السياسيين ويتم التيارات الوطنية كل هؤلاء اهو المواطن هدف امامهم، وبالتالي كل التفكير يصب في مصلحة المواطن. طيب عندنا ايه ايه القضايا المهمة اللي ممكن تؤتي بثمارها السريعة وغير السريعة، بعضها سريع وبعضها مؤجل. أنا في تصور أن هناك خلال أيام قليلة مقبلة ستكون هناك أخبار سارة تمس المواطن بشكل مباشر وبشكل سريع وتتلامس مع ضروراته الحياتية، وهذا قريب جدا. أما فيما يتعلق على القضايا الأخرى، ده بيبقى طالع أستاذ جمال يعني برضو من الحوار، طالع من الحوار ولا استنتاج لطبيعة الحوار؟ يعني حضرتك بتقولي ان خلال ايام قليلة هيبقى في اخبار سارة جدا للمواطن، اكيد ده يتعلق بالسوق بالسلع اقتراحات اقتراحات تم رفعها من قبل مجلس الامناء وتم مناقشتها في مجلس الامناء وتم رفعها. طيب عندنا قضايا اخرى تتعلق به، ما هنا يعني لما نسمع حتى عن عنوان اسمه حقوق الانسان، يعني ايه حقوق الانسان؟ يعني حقوق الانسان يعني حق الانسان في الصحه، طب هتعمل له ايه في الصحه؟ مشروعات التامين الصحي الشامل ازاي هتوسع ويستفيد بيه المواطن؟ عندك الاستثمار، الاستثمار الخاص، الاستثمار المحلي، الاستثمار العام، الاستثمار الاجنبي، عندك الصناعه في مصر ازاي تزيد كل المجالات وازاي تقضي على المركزية، عندك في الإسكان، عندك في الجمعيات الأهلية والتعاونيات، عندك في السياحة، عندك في الثقافة، في الحقيقة يعني كل القضايا، وصولا حتى للقضيتين المهمتين اللي هم مسار اهتمام الشارع السياسي وهم وينعكسوا على المواطن أيضا. واحد، انتخابات المجالس الشعبية المحلية والنظام الانتخابي فيها، والنظام الانتخابي أيضا لمجالس لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، والسؤال بيطرح نفسه طب هل المسألة تعقدت فيها تعقيدات؟ المسألة ببساطة شديدة جدا تم التوافق على نظام الانتخابات في المجالس الشعبية المحلية 75% بنظام القائمة المغلقة، 25% في القائمة النسبية. النظام الانتخابي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في ثلاث اقتراحات مقدمين ومهمين، النظام الحالي او نظام القائمة النسبية الكاملة اي غير المنقوصة، او المختلط اللي هو 50 فردي 25 قائمة 25 مغلقة. اذا نحن امام توافقات مهمة لم تحدث من قبل. ولكن صحيح صحيح، انا هاخد يعني بشكل لحضرتك التوضيح، وهاخد من كلام الاستاذ جمال الكشكي انه كان هناك ضمور في جسد الحياة السياسية في مصر. اعتقد انه مش انا اللي معني بهذا الامر بقدر ما الحالة بتقول لحضراتكم انه هذا الضمور في نشاط في جسد الحياة السياسية في مصر. وأنا مبسوط زي ما قلت لحضراتكم كده، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الحقيقة بيقوموا بدور محترم جدا، بيوضحوا للناس المسألة رايحة فين وجاية منين. إحنا كنا مستغربين أول الحوار الوطني ما طلع، قلنا ده مكلمة، كتير من الناس كانت بتتكلم يعني إيه حوار وطني؟ يعني إحنا الحوار الوطني كان أعظم حوار وطني كان ما بيتم مثلا في أسبوع أسبوعين، احنا دلوقتي بنتكلم على سنوي، احنا داخلين الامور شغاله وبنطرح قضايا يعني صعب انه يتم التطرق ليها. لكن سمعت الاستاذ زياد رشوان بيتكلم بيقول هو في حد من اللي بيشاركوا في الحوار الوطني من الجانب المعارضه ما انتقدش الحكومه، ما انتقدش قرارات معينه؟ لا، كله بينتقد وكله، بس في النهايه احنا بنطرح اليات، بنطرح مقترحات وبنقترح مقترحات، وبنيجي في النهايه نقول لسياده الرئيس والله في رأي بيقول كده في المقترح ده وفي رأي بيقول كده في المقترح ده، وحضرتك وفق الآليات أو وفق الأمر المنوط برئيس الجمهورية حضرتك بقى تشوف أنهي أفضل تطبيقه في هذا الإطار. بشكر الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.